السلام عليكم أيها الشعب السوري البطل، مبارك الله في ثورتكم الطيبة. نحن الآن بدأنا موجة من المظاهرات أمام السفارة الروسية في نوتنغهام جيت في لندن. كتبنا على اللوحة Russia stop killing Syrians, Assad stop killing children. كما تعلمون اليوم القصير يعني تعاني، ومئات القتلى في القصير. ورجونا يوم على التلفزيون. فنحن بدأنا في التظاهر الآن أمام السفارة الروسية، وإن شاء الله نريد منكم أيها السوريين أن تتظاهروا أمام السفارات الروسية في جميع أنحاء العالم كل يوم وكل أسبوع إن شاء الله. وهي الشيخ أيوب ما شاء الله المتظاهر البطل، لم يتحمل دماء أطفال في القصير فجاء للسفارة الروسية وبدأ الاعتصام. والآن سوف إن شاء الله هذه السفارة الروسية، وسوف إن شاء الله نتكلم مع الأخ أيوب في هذا الموضوع. وأنا أريد أن أوجه لكم رسالة، يعني يا أهل دمشق ويا أهل حلب اتقوا الله، يعني أصبح فرض عين عليكم أن تدافعوا عن سوريا. يعني الشيخ القرضاوي قال لكم ومشايخ أخرى آخرين العدو دخل، العدو الروسي محتل سوريا، فأصبح فرض عين عليكم. اقرأوا فقهاء أبي حنيف وأحمد بن حنبل، حتى الإمام جعفر الصادق المذهب الجعفري يحث على أن تدافعوا عن بلاد المسلمين عندما يدخل عليها عدو مثل هذا الروسي الهاشم الذي يقتل النساء والأطفال ويحرقهم، فيجب أن تدافعوا. اتقوا الله. على كل حال يعني أنتم تعرفوا تقرأوا كتب الفقه، بعدين حتى لو كان إنسان مسلم وصائل، ابن تيمية يقول المسلم الصائل يقاتل، يجب أن تمنعوا المسلم الصائل من هتك أعراض النساء والأطفال. يعني معقولة هكذا الناس تقتل والدماء تصفك، وإسرائيل تتورج على المسلمين يذبحون الأطفال؟ يعني كيف تقاتلوا؟ كيف تقف أيها الدمشقي وأيها الحلبي ويا رجال حزب الله، كيف تقفوا مع بشار الذي يقول لجنوده يقول لا إله إلا بشار؟ أي نوع من الكفر هذا؟ ألا تعلمون أن بشار يقول لجنوده قولوا لا إله إلا بشار؟ أي نوع من الإسلام هذا؟ أي نوع من التوحيد؟ فأرجو أن تقفوا مع المسلمين ضد بشار وضد الروس، وجزاكم الله خيرا. والآن إن شاء الله نسأل الأخ أبو أيوب ما رأيه في المظاهرة. هو الخط على الدير، إيه عم بحكي على الدير، أنا الدير هو هذا الخط يكمل على البانياس. السلام عليكم أخ أبو أيوب، إن شاء الله نريد أن نسألك سؤال بالنسبة لموضوع بداية الاعتصام والتظاهر هنا في بريطانيا أمام السفارة الروسية. ممكن توضح لنا ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها إلى الشعوب العربية والمسلمين الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا وكل أنحاء العالم إن شاء الله؟ صدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صدق. ماذا يقول الإنسان قبل أن أخاطب الشعوب العربية والإسلامية أو أخاطب الضمير العالمي؟ أنا الآن أخاطب الضمير السوري. نحن كمقيمين الآن في بريطانيا، وعلى وجه التحديد في لندن. لندن هي عاصمة بريطانيا، لكن بالحقيقة هي عاصمة القرار العالمي، والتأثير هنا في لندن له نتائج إيجابية أو سلبية باتجاه القضية السورية وقضايا العالم بكل مكان. فما يدمي القلب الآن، نحن نتظاهر بعد ما يسمى لو صدق الخبر بسقوط القصير. الآن نحن متظاهرين 9 أشخاص، 9 أحرار من سوريا، 8 وطفل عمره 5 سنوات. أين الجالية السورية؟ هل أصبحوا تجار دم؟ أين المقيمين في بريطانيا من أكثر من 30 عام؟ من تاجر بالقضية، قضية مدينة حماة عام 1980 وحصل على الإقامة في هذا البلد، كان يجب أن يكون في الصف الأول اليوم، ولكن بتخاذلهم أصبحوا حتى السوريين الآن الجدد تجار الدم السوري. من تاجر بالقضية السورية وحصل على الإقامة الآن لا وجود لهم. الكل عندما يتجرأ يتجرأ أين العرب والمسلمين؟ لا، بل نسأل أنفسنا أين السوريين؟ لا تتأملوا ولا تسبوا الحكام العرب والحكام المسلمين. ماذا فعلوا لفلسطين؟ ماذا فعلوا العراق؟ هذا هروب من الواقع، هروب من المسؤولية.
عندما نحمل المسؤولية لحكام العرب والمسلمين. فذاك من يخاطب الملك عبد الله، وذاك من يخاطب حمد وجمد ولمد ومرسي وبرسي، كلهم عاهات على دولهم غير قادرين على تقديم شيء، لأن الكرسي ليس ملكهم، الكرسي عين به من قبل الغرب، فلا يستطيع الحركة إلا بأمر الغرب. وكلكم تعرفون هذه المسؤوليات، وكلكم تعرفون هذه الحقيقة، ولكن لتتهربوا من الحقيقة تبدأوا بالهجوم. أين العرب والمسلمين؟ ماذا فعلوا الحكام العرب؟ لا، ماذا فعلتم أنتم؟ ماذا فعلتم؟ فأنتم الآن مشغولين في العمل وفي منازلكم وتأكلون ما طاب لكم ولذ من الطعام، والشعب السوري يقتل ويذبح كل يوم، ومن يتجرأ منكم يكتب كلمتان على الفيسبوك حتى يتهجم على العرب والمسلمين وعلى حكام العرب. المسؤولية عليكم. أين الجالية السورية؟ في لندن. أين الذين كانوا يتظاهرون في بداية الثورة بالأربعمائة وخمسمائة شخص؟ أين هم؟ فذاك من حصل على منصب بالائتلاف أو المجلس الوطني، وذلك من شكل حزبنا أو تجمع أو جمعية خيرية حتى يعمل ما يعمل وبعدها يسجل نقاط ليحصل على الكعكة بعد انتصار الثورة. والقسم الثالث من يدعى أنه لا شيء، قدم على اللجوء وجلس في منزله. أين الذي كانوا يهددون فلنهجم ونفعل ونفعل؟ حصل على اللجوء، أين هم الآن؟ هل من المعقول يتظاهر الآن في مشكلة القصير اليوم نتظاهر 10 أشخاص؟ هل هؤلاء هم السوريين فقط؟ أليست أمانة من الشعب السوري المكلوم، المكلوم بنا قبل غيرنا، الشعب السوري المكلوم في الداخل، ألسنا صوته في الخارج؟ اتقوا الله، اتقوا الله، من لا تحركه دماء الأطفال ودماء المسلمين وأعراضنا التي تنتهك وبيوت الله التي تهدم فلا بارك الله فيه ولا نترجى منه خيرا. وآخر شيء أقوله، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا، جزاك الله خير. فكما قلنا لكم، نحن إن شاء الله الاعتصام هنا كل يوم، يعني يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة سوف يكون أمام السفارة الروسية حتى إشعار آخر في لندن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.